يا مرحبا ابو نايف، يا مرحبا زارتنا البركه. الله يبقيك يا ابو حسن، الله يبقيك ويبارك في ايامك، والله يبارك لك على هذا المجلس الحلو، ما شاء الله مجلس عامر ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، الحمد لله حياه سريعه سريعه. الحمد لله زين اللي شفناك، والحمد لله وانت من يعني من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ما شاء الله. يا شيخنا يا مرحبا، والله يا مرحبا. حيا الله ابو حسن، شلونك؟ ان شاء الله طيب، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. زارتنا البركه يا شيخ ثابت، يا مرحبا والله يا مرحبتين. الله يحييك، وينك يا ريال؟ وينك؟ قعدت اطرك من متى وانا اطرك؟ الله يهداك. مشاغيل هالدنيا، شلونكم؟ عساكم طيبين؟ الحمد لله. وش هالزين؟ ايش هالزين؟ الله يبارك لك، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الله يجزيك خير، الله يجزيك. وسعدنا بلقاء ابو نايف، ما شاء الله. هالطيب ما يجي منا الا العلم الطيب، ما شاء الله، الله يبارك فيك. الله يبارك. شلونكم يا ابو حسن؟ عساك طيب؟ والله والنعم بالله سبحانه وتعالى. حياك الله يا ابوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لك بهالمجلس الطيب، هالديكور الزين. الله يقر عينك، ما شاء الله. كيف الحال؟ طبعا هني مجلس خالي الجديد. صور 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 صور. صور هني الشيخ، صور خالي. هني الشيخ ثامر. يلا شيخ ثامر، يا مرحب. يا مرحب انا خالي، هني خالي، هني ابو نايف. يا هلا ابو نايف، ايش حالك؟ الحال طيب. مرحبا ابو نايف، كيف الحال؟ صح طيب ان شاء الله. حالكم؟ عساكم طيبين. الله يسلمكم، شلون؟ ان شاء الله بخير طيبين. الله يسلمكم. الله يهداك، الله يهداكم. احرجتونا قدام الشيخ وقدام ابو نايف، الله يحفظكم. حد كذي يسلم؟ والله ما سمعتكم ايش قلتوا. سلمنا، شلون ما سلمنا؟ ولا يهمك ابو حسن، ولا يهمك ابو حسن، هذا الاخواننا، ومهما كان نتعلم من ظروف الايام، المواقف. والله الحقيقه يا اخواني بكل صراحه، والمؤمن مرآة اخوه المسلم حقيقه في كل شيء. الإنسان لابد إذا رأى شيء في أخيه لابد أن يبين، ولهذا يقول علي المؤمنون نصحا، في كل واحد منا ينصح. الحقيقة يا شباب، في دخولكم مع المجلس كان ينبغي أولا أن تظهروا شعائر الإسلام، وأفضل شعار لأهل الإيمان السلام، ولهذا اليهود ما حسدت أهل الإسلام إلا على التأمين والسلام. بس قلنا شيخ قلنا سلام. الحقيقة لم أسمع إلا حرف السين، والسلام يا شباب لابد أن يأتي بتمامه. الإنسان لما يقول السلام عليكم فله عشر، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، فهذه من الفضائل العظيمة. لا تزهدوا يا شباب في إلقاء السلام. والحقيقة في دخولكم كان الذي ينبغي أن تسلموا على من كان موجود، وأن يعني إذا كانت هناك إضافة بعد السلام فتأتي بعده، أما قبل ذلك فيبدأ الإنسان بتحية الإسلام. والحقيقة أن شخصية الإنسان تظهر في محياه، في أول كلامه، ولهذا قالوا أن الإنسان مختبئ تحت لسانه وتصرفاته. وأنا أذكر من المواقف العجيبة التي لا تنسى أن أحد الشباب يعني صاحب له أخ، وكان خفيفا في تصرفاته وفي سمته وفي حديثه، والذي ينبغي من الرجل أن يكون ثقيلا عاقلا فاهما مدركا للمجلس ومكانه. المجلس حقيقة يمثل يعني صبغة أو وجه خالكم حقيقة، أنتم تمثلون، أنتم مثل أبناءه، ولهذا قالوا الخال والخالة في منزلة الوالدان، وهذا الذي ينبغي. فالإنسان لابد أن يكون رزينا قويا ثقيلا في تصرفاته، في حديثه، في سمته، في كلامه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. لابد الإنسان يكون ثقيل في كل شيء. هونها وتهوني أبو حسن، ولا يهمك إن شاء الله. معليش يا شيخ ثابت، معليش احرجوني، الله يهداه. لا ولا حتى هذه قال سماك ثامر. يلا الشيخ ثابت الله يحفظه، معروف معذور ان شاء الله. ولا يهمك الشيخ، ولا يهمك، ولا يهمك. دخلنا على طول، ما كلمنا الشيخ موجود. الله يهداكم انتم، من ما تيون الا يعني هل الشهور هذه كلها ما شفتكم، ما جيتوا الا وبعدين دقيتوا الباب، استاذنتوا، والله يحفظكم يا رب. ما نعرف دوم ندشتي خالي. والله انا اضم صوتي لصوت الخال صراحه ابو حسن، أنه حتى لو كان من أقرب الناس إليك ينبغي للإنسان أن يستأذن حتى في دخوله. حقيقة لكم موقفين، يعني لا تغضبوا إذا نصحكم الإنسان في دخولكم. أولا لا بد من الاستئذان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الإنسان إذا دخل المجلس يا أخوان ينبغي له أن يستأذن. قد يكون صاحب المجلس فيه في جلسته مع أصحابه وإخوانه
كلام خاص ما يريد أن يظهره لبقية الناس، حتى في دخولكم يا أحبة في تصويركم. أنا من الناس الذين ما أحب أن أظهر بهذا السمت، قد أكون في هيئة ما أحب أن تظهر أمام السوشيال ميديا، وأنتم تعلمون أن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، هذه الصورة تتنقل بين الناس فتنتشر، وهذه خصوصية ما ينبغي لنا. ولهذا كان في أثر السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن رجلاً يعني نظر إليك وأنت ما تريد فخذفته بحصاه ففقعت عينه فلا شيء عليك، بمعنى أنه لا ضمان عليك. فالذي ينبغي يا أخوان، وحنا نتعلم والمجالس مدارس حقيقة، هذه المجالس الكريمة الكبيرة هي امتداد لمجالس السابقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مثل هذه المجالس، لكن مع مرور الأيام والزمان تغيرت الهيئة والمناظر، وبدأت هذه الديكورات ما شاء الله تنتشر في منازلنا ولله الحمد. الله يبارك لك يا أبو حسن، ما شاء الله شهزين شهال مجلس العامل بانا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيكم العافية، الله يجزيك خير يا شيخنا، الله يرحم والديك يا رب. والديك يعني من وين جايب هالصورة؟ من وين شالها؟ شلون جبتها هني؟ لا حول ولا قوة. زين قولوا ما شاء الله تبارك الله يا شباب، الشباب العين حق، العين حق، نسأل خالي عادي، العين حق يا شباب، العين حق يا أخوان. أنا حقيقة من القصص الغريبة والعجيبة أن أحد الشباب ما شاء الله افتتح له مجلس جميل بأثاث غالي وموكيت فخم، وللأسف أن كانت أول زيارة من أقاربه، والعين حق سواء من القريب أو البعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وللأسف أنه لم تتم فرحة ذلك المجلس، ما هي إلا أيام وشهور معدودة حتى احترق المجلس بما فيه، والحمد لله ربي سلم راسه، الله المستعان. فالذي ينبغي يا شباب إذا دخلنا لأي مكان نقول ما شاء الله تبارك الله، هذه تطفئ حر العين. الله يبارك لك يا ابو حسن، وما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك يا ابو، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا ابو حسن، مجلس عامر ان شاء الله، الله يسر بوجودكم، الله يرحم والديكم. الحمد لله الحمد لله، والله زين يا شيخ الله يجزيك خير انك اعطيتهم درس. طالع انت تسولف وانا اسولف وهم قاعدين يلعبون بجواويلهم، والله هذه من الافات للاسف الشديد ابتلونا بها في القرن العشرين حقيقه يا شباب، إنه هذه التقنية المفروض أنها تكون نعمة، للأسف الشديد أنها أصبحت نقمة، لا سيما في حضور الآباء. ولهذا فتوى لكثير من أهل العلم أن الإنسان إذا اشتغل بهذه الآلات عن مشاهدة الأب أو عن حديثه أو عن كلامه حقيقة أن هذا فصل أو نوع من أنواع العقوق، لا بد علينا، وهذا هو الهدي، أن إذا جلست في حضرة والدك أن تكون بجلسة محترمة تظهر فيها الوقار والاحترام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فما بالك إذا كان الكبير في منزلة الخال أو في منزلة العم، ومن باب أولى في منزلة الوالدين. سموحة شيخ ما كنا نعرض، أنا ابنك خالي شوي بس لا عزوز تصورني تكفى يا أخي، وانا رايح مصور الباب اللي داخل، صورني كذا وانا تعال يا ولد، تعال يا يعقوب، تعال يا يوب، الله يهداك، ايش تبي تصور داخل البيت؟ فيه شوفات يا يوب، البيت له حرمات، لا حول ولا قوه الا بالله، البيت له، انت بتصور الكل بيشوف البيت يا يوب، مو كذي انا خالي، البيت له حرمات يا يوب، الله يهداك، مو كذي الله يهداك، ما ادري تغيرت خالي. وش قولك يا ابو نايف؟ والله تبي الصراحه، ايه انتوا دخلتوا مفاجئين، المجلس له احترامه ولا تقديره، وراعي المحل له احترام، المفروض من اداب المجلس كذا يعرفها ابو سعد، المجلس له اداب، لازم يحترمون خالكم الكبير، تحترمون مجلسه حتى لو كان خال يا شباب، الله يهديكم، احرجتوا خالكم صراحه، احنا نثني عليه الاعتذار ونقول سامحنا وتجاوز عنا كلنا صراحه بهالمواقف، لكن يا شباب البيت صراحه له خصوصيه والاحترامه، حتى لو كانت اللي داخل خالتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في موطأ الإمام مالك، قال يا رسول الله أأستأذن على أمي الأم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أتحب أن تراها عريانة؟ حقيقة هذا القول عظيم، حتى لو كان الخال ولو كان العم ولو كان من أقرب الناس إليك وبينك وبينه حرمة أو كانت من حرماتك، فلا يجوز للإنسان أن يباغت حتى أهل البيت، قد يكونوا أهل البيت في هيئة وفي صفة وفي يعني مقام لا يحبون الناس أن ينظروا إليهم. صراحة أنا وافق كلام الخال، البيت له خصوصية، حتى من ناحية التصوير ما يجوز لنا أن نصور الناس بغير إذنهم حقيقة، هذا تعدي حتى على خصوصيات الناس.
ولهذا للأسف الشديد أن اليوم تمادوا في مسألة التصوير. صحيح أنا بيت واحد وكل واحد يعرف الثاني، المشكلة أن الناس اليوم في المجمعات في المتنزهات أصبح الواحد حتى يصور الشخص بغير إذنه، وهذا تعدي حقيقة على حرمات الناس، على خصوصيات الناس، لا سيما إذا كان الرجل بجانبه زوجته، بجانب أبنائه، بناته، ما يحب الإنسان أن يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر حقيقة يا شباب ولو لم يتكلم فيه الإنسان هذا يؤثر حتى يجرح مشاعر الناس. ينبغي لنا يا شباب أن نحترم الخصوصية وأن نحترم المكان وأن نحترم المجلس، وأي فعل تفعلونه يا شباب إحنا كلنا ترى في وجه صاحب البيت، إحنا ترى نعرف العادات والتقاليد يا شباب، ما يصير سأل لازم يكون ثقيل. هونها وتهون يا أبو حسن ولا يهمك، إحنا كلنا أخوان إن شاء الله نتجاوز أنا وأبو نايف إن شاء الله ما كان صار شيء. الله يجزيكم خير يا شيخ، ما قصرت على هالكلام الطيب. وبعدين يا عيال شكل ما انتوا عارفين ان عندنا مثل يقول لكبر ولدك خاوه، وانا يوم كنتوا صغار خويتكم، نعم خليتكم مثل يعني مثل اخواني. ايه وبعدين الله ليش عشان ما تروحون مناكم مني عشان تيوني، بس الحين ما شاء الله عليكم كبرتوا مو بكذي خلاص انت ماده. لا يا يبا لا يا عيال الله يهداكم، خلوكم دائما في المعقول الله يحفظكم. سمعتوا كلام الشيخ ما شاء الله عليه صحيح، وإحنا المجالس يا شباب وهذا الذي يعني نؤيده والناس يقولون اليوم للأسف الشديد اعتزال كثير من أبنائنا هذه المجالس المباركة التي هي امتداد لسلف الأمة. يعني كان الصحابة يأخذون الشعر والعلم والحديث والقرآن في مثل هذه المجالس، بل الحكم حكم القدامى، ما كنا نتعلم هذه الحكم وهذه المواقف وهذه المجالس وهذه المدارس وهذه التعليمات إلا في المجالس. يعني نجلس مع أخونا وأبونا أبو حسن يعطينا ما شاء الله من تاريخه ومن حياته، إحنا نتعلم حقيقة أن الشاب في مرحلة تلقي، والأفضل للشاب أن يصمت وأن يسمع. ولهذا قالوا أن الصغير عندما كونه الله عز وجل بأذنين من أجل أن يسمع أكثر من أن يتكلم، وكبار السن حقيقة هم تاريخ. نسأل الله أن يطول في أعمار الشيبان وأن يبارك لهم في جهودهم وفي أفكارهم وفي كل حياتهم يا رب. الله يجزيك خير يا شيخ ثابت، الله يرحم والديك على هالكلام الطيب هذه. وياك يوم جبت سيرة الشعر ترى حبيت أقول لك أخونا أبو نايف ما شاء الله عليه شاعر كبير ما شاء الله، ودائما ما شاء الله عليه في الأشياء الحلوة هذه دائما يصلح بها. كفو سمعوا يا عيال، نعم سمعوا يا عيال، سمعوا الشاعر والكلمات الحلوة هذه. نعم مالك سعود يا أبو، اسمع طال عمرك اسمع أنا عمو أكل أعلمك أبو نايف نصور سناب نزلها حق الربع يطالعون. طيب خذ راحتك، هذه قصيدة جديدة يقول ليلة الجمعة طلبتك يا رب العالمين، طلبة المحتاج لك ما هي بطلبة غني. أطلبك وانت القوي يا قوي وانت المعين، دلني درب الهداية يا ربي واهدني دني، وافصح لساني يا ربي على القول الثمين، والكلام الحق والصدق يالله دلني. الكلام الذرب يقبل على طول السنين، والكلام إن كان مو هو ذرب ما همني، ليت كل إنسان من قبل لا يحكي فطين لأجل يفهم بالحكي ويش يقصد ويعني، ليت كل إنسان من قبل لا يحكي فطين لأجل يفهم بالحكي وإيش يقصد ويعني، لكن الإنسان مخلوق من مضغة وطين، موهوب كامل ولا في حياته مهتني، الهني اللي يصلي صلاة الخاشعين بالفروض الخمس وبدين ربه يعتني، عاصي لنفسه ويسعى لبر الوالدين، ما بدرها اليوم يجنيه لا حان الجني، خوته للطيب ويا رجال الصالحين، رأس مال تاركه مستحيل أن يغتني، لقيت الخير ولا لقيت الياسمين، حاول انك تثبت الساس من قبل البني. الله 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 صح الله لسانك، صح الله لسانك، الله هالكلام الزين، ايش هالحكم، ايش هالدرر، صح الله دامكم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحكمه حقيقه، هذه الابيات التي تكتب بماء العين وبماء الذهب، كل بيت اغنى من الثاني، فيه من الفوائد والدرر الشيء العظيم والكثير. وهذا الذي نعيده ونكرره ان المجالس تخرج ما فيها من جمال ومعاني وحكم وتدريس ومدارس، ولهذا ما قل رصيد الإنسان في معرفته إلا بابتعاده من هذه المجالس المباركة. قلت لك أبو حسن أنت بركة ما شاء الله اللي جبتنا هالشعر، تفضل يا أبو شيخنا. تصدق قول لي أحسن مرفينا هاي الشاعر، هاي سوي نفسه شاعر ويعرف يعرف شعر. لا 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 تبيني أرويك له لا 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 الله يهديك، استريح استريح معلش أبو حسن معلش، لا لا لا
ما يجوز يا اخوان، هذه غيبه والغيبه محرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خطوط عريضه جدا، قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا الناس، لا تتبعوا عوراتهم. ما يجوز يا اخوان، حتى لو كانت بدرت منك من غير قصد فهي تبغى غيبه، والغيبه من كبائر الذنوب. ولهذا حذر الله عز وجل في الصورة العظيمة في سورة الحجرات، يا أخوان كلنا نحفظ هذه الصورة، ولا يغتب بعضكم بعضا. وشبه الله عز وجل بالمغتاب بالكلب الذي يأكل لحم أخيه. فالغيبة يا شباب محرمة، حتى لو كنا نعرفه ولو كان قصيدة مبل هناك، ما لنا حق نحن نتكلم على الناس. الشعراء هم من يقيموا هذا الأمر إذا كان في مجال للتغييم، أما من كلام على الناس فهذه مقامها عظيم، والغيبة محرمة، وحقيقة هي تثقل يعني ميزان العبد يوم القيامة بالسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة الله ورسوله أعلم، لأن اللفظ جديد المفلس. قالوا من لا درهم له ولا دينار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بجبال حسنات، وقد يعني اغتاب هذا وضرب هذا وأكل دم سفك دم هذا وأكل مال هذا، فيبدأ يوزع للشاعر هذا اللي ذكرته أخوي الكريم والفنان الفلاني والفنانة الفلانية، حتى الفنان والفنانة هؤلاء لهم خصوصية يا شباب، ما يجوز لنا أن نتعدى على أعراض الناس لأن هذه كبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن يعني الغيبة، وقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال يعني رجل قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولهذا الحسن البصري يقول الكلام في الناس على ثلاثة ضروب، الأول هو الغيبة وقد بيناه ذكرك أخاك بما يكره، والأمر الثاني هو البهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه، والثالث هو الإفك نقل الكلام على وجه الإفساد، هذا يعتبر من الإفك والتعدي والعدوان. الشاعر له مقامه وله احترامه. يا أخي العزيز رأيت منه ما يسوءك اتصل فيه مباشرة، وهذا حقيقة من أعلى مراتب النصح، بل هذا دليل على صلاح قلبك. والمعذرة يا أبو حسن، ما ودنا بهالكلام يكون في هالمجالس يا أبو حسن. الله يجزيك خير يا شيخ ثابت على هالكلام الطيب. وياك يا أبو. إيه سمعت يا ولدي، سمعت يا يعقوب. يلا يا أبو قوم قوم، ما دام انك كلش نشفت ريجنا، قوم صب لنا على الاقل شاهي. الصبي وين؟ الله يهداك. الصبي مسكين تعبان من الصبح وهو مجاب البيت. تعبان خالي انت، مريحه كلنا مريحه قاعده. لا يا يبا لا، لازم يكون في قلوبكم رحمه. كم شوف الصبي وين نادى؟ مشي على الصراط المستقيم بيمشي معاه. لا يا يبا لا، لا يا يبا لازم يكون في قلوبكم رحمه. اكثر إيه؟ الراتب اذا ما يبي يشتغل. لا يا يبا عيب هذا تقول. لا والله الراي مخالف لرايك حقيقة، في كل كبد رطبة أجر، فما بالك بالبشر. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحقيقة خدمة الوالد أو الخال في المجلس ليست منقصة لصاحب المجلس، بل تدل على الشهامة والكرم وإكرام الضيف، هذا من آداب الإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه، فالإكرام مقامه عظيم. والخدم وما يتعلق بالخادم، الحقيقة أن الخادم لنفسه عليه حق، لابد أن يرتاح، لابد أن يكلم أهله، لابد أن يكون له وقت وحيز. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أبو حسن والكلام للجميع أن في حديث أبو ذر قال إخوانكم خولكم، الخول هو الخادم، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم، فمن جعله الله تحت يديه يعني يطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أنا رأيت بعض الشباب جزاهم الله خير يعطيه حقيقة من لباسه الذي يلبسه، هذا دليل على كرم الشخص وعلى عدم ترفعه على ذلك الخادم، بل يطعمه مما يطعم أهل البيت، يقسم له طعام، ولك بذلك أجر عظيم، كون الله عز وجل جعله خادم تحت يديك تطعمه وتأكله مما تأكل، فهذا فضل عظيم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث العظيم قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. الخادم ربما يعني من بعد صلاة الفجر ما شاء الله، بعد أن صلى وتصبح بالأذكار العظيمة، يعني ودى اليهال المدارس ورجع وراح واشترى بعض الحاجيات، فحقيقة يحتاج للخادم أن يكون له وقت راحة ووقت يعني يستمتع فيه بالكلام مع أهله. الله كلامك صحيح يا أبو حسن. الله يجزيك. سمعت؟ يلا قوم صب الشاي. إن شاء الله. إن شاء الله.
يا حي الله الشيخ يا مرحبا والله بارك فيك حي ما شاء الله حي الله ابو نايف والله الله يبقيك يا ابو يا حسن الله يطول عمرك يا مرحبا والله زارت البركه الكلام الطيب والله ما شاء الله عليك يعني كلام كله درر اي والله الله يجزاك خير ويبارك لك في المجلس الطيب ما شاء الله تبارك الرحمن وياك بارك الله فيك بسم الله شنو هذا باليسار تعطي الشيخ باليسار الله يهداك يمين كله واحد خالي استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة معليش يا شيخ ثابت معليش لا ولا يهمك ولا يهمك ميدان تعليم نتعلم لا يبا ما يصير انك تعطي الضيف بيسارك اليسار ليست كاليمين وأمة الإسلام أمة تيامن باليمين بارك الله فيك باليمين ولا يهمك يا ابو حسن ولا يهمك هالميدان كلنا نتعلم ونخطي ونصلح ولازلنا نتعلم والإنسان مهما كبر يتعلم هذه يا أخ يعقوب بارك الله فيك يعني إعطاء الضيف بالشمال منقصة لصاحب المجلس وامتهان للضيف بل في بعض الناس ما يأخذ منك ولا يشرب وينصرف مباشرة غضبان زعلان لأن فيه امتهان ونخوك فالإنسان إذا أراد أن يعطي يعطي باليمين أمة الإسلام أمة التيامن ولهذا قال العلماء أن اليمين تستخدم في الأمور العزيزة في المصافح في الإعطاء باليمين في الكتابة فيما يسر أو فيما ينبغي حتى في الاستغفار في الأذكار قال العلماء أنه ينبغي للإنسان أن يستخدم اليمين في التسبيح والتهليل والتكبير ولهذا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء في طهوره في مسألة الطهارة كان يبدأ بالشق اليمين ثم الشق الشمال في ترجله صلى الله عليه وسلم في دخوله في لبسه شوف والله انا ما ابي اشوف صراحه والله العظيم يا ولد ايش قاعد تقطع كلام الشيخ علشان ترويه له حاجات هذه الله يهداك استغفر الله العظيم يا شيخ هذه عادي مسموح يا شيخ لا مسموح انا والله مسامحك اخوي لكن صراحه لا تسوي هالشيء مع الناس ثانيين في مجالسهم لان هالشيء حقيقة يكسر خاطر الناس انا واخوي ابو حسن نتجادل بالحديث ونتكلم في موضوع مهم بيننا وما يصح أن الإنسان هذا فيه سوء أدب وعدم احترام للآخرين لما أدخل أنا بين الناس في الكلام هذا صراحة شيء يغضب صاحب المجلس ويغضب كذلك الحضور من الإخوان في استنقاص وهذا ليس من الأدب أبداً البتة إذا رأينا اثنين يتكلمون فينبغي أن لا يقطع حديثهم أبداً هذا سوء أدب وعدم اختياري وقت مناسب للدخول بين الناس في حديثهم. معذرة يا ابو حسن اسمح لنا الله يجزيك خير يا شيخ والله نسينا الحديث اللي احنا نتكلم فيه الله يجزيك خير والله كلامك عسل وكلامك طيب لكن الله يهداه استغفر الله العظيم انتم ذبحتوني اليوم انتم يا عيال الله يهداك يا القاه منك ولا من اخوك معليش يا شيخنا لا حول ولا قوه الا بالله لا مسموح الله يسلمك المجالس يا اخوان حقيقه المجالس لها مقام عظيم المجالس مثل ما ذكرنا هي كالجامعات المصغره كان الناس يستقون المعرفة والعلم والأدب من هذه المجالس من هذه الوجوه المباركة من الشعر ومن معاني الشعر ومن الحكمة ومن الفوائد ومن الأسرار المضمونة في هذا الشعر من حكم الأولين الحكم التاريخ العظيم لقصصهم التي مروا وخالطوها وشافوها سواء في البادية أو في البحر نستفيد منهم في المجالس هذه المجالس لابد أن تكون لها مقام ولها آداب وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم أعظم الآداب في هذه المجالس عندما قال للصحابة رضي الله عنه قال إياكم الجلوس على الطرقات كان في الماضي الناس لا توجد عندهم مثل هذه المجالس فكانوا يجلسون على الطرقات فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد يعني ما عندنا إلا هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه وأنتم في المجالس فقالوا يا رسول الله ما حق الطريق قال غض البصر يعني أول ما بدأ بالنظر يعني قد يرى الإنسان شيء من محارم صاحب البيت قد يرى الإنسان حتى ولو كانت الخادمة ينبغي الإنسان أن يغض طرفه أن يغض بصره قد تسقط العين على النظرة الأولى فهذه لا شيء عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى هي لك أما الثانية فهي عليك والمسألة الثانية بعد غض البصر كف الأذى على الإنسان أن لا يؤذي من في المجلس بمقاطعة الحديث أو بالأسئلة التي لا تهم حقيقة الجميع كبعض الأسئلة لا قيمة لها كالسؤال عن نوع الكرسي أو النوع الثريا من أين جئت به من أين هذه الأسئلة ربما فيها تطفل حقيقة وفيها إيذاء لصاحب المجلس
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه جواهر عظيمة لا بد أن نغتنمها وأن نأخذها وأن نتعلمها من هذه المجالس المباركة. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس عامرا مباركا بأهله، ملائكة يدخلون عليكم يا رب العالمين، الله يصب عليكم الخير صبا صبا يا رب العالمين. جزاكم الله خير. الله يجزيك خير يا شيخ ثابت، الله يجزيك خير ويرحم والديك على هالكلام الطيب. والديك الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.